بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآبار الارتوازية في كمبوديا ننفذها الآن في أنحاء كمبوديا في مناطق الحاجة، شرق كمبوديا وغربها وشمالها وجنوبها، وهي تعتبر فعلا فتحا للناس الذين يحتاجون الماء في هذه المناطق. والأعمال تشمل حفر البئر العميق و برج خرساني لرفع الخزان وخزان الماء مع التوصيلات ومضخة لضخ الماء من هذه الأعماق الكبيرة، وهي تعتبر فعلا فتحا للناس في هذه المناطق المحتاجة لمصدر الماء العذب، والناس يستعملونها للشرب والطبخ والتطهر للصلوات وغير ذلك. وهذه فعلا حاجة إذا تم تلبيتها لهذه المجتمعات في هذه المناطق فعلا تعتبر فتحا ورحمة لهم من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفعلا الماء حياة، ويتبين ذلك من هذه المناطق التي تفرح بمثل هذه المشاريع. والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.